صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم ثقيلة الحقيقة، ثقيلة بموضوعها، ثقيلة بضيوفها اليوم اللي منوريننا ومشرفيننا. اليوم سنتحدث عن القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرياضة خلال الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بأنباء عن سحب الأراضي الخاصة والمنشآت الخاصة بالأندية، الموضوع اللي يتعلق بالاحتراف الجزئي لأشهر 4 و5 و6 وطلب الهيئة بعدم طبعا استقطاع المئة دينار. أيضا اليوم كانت في ندوة للشيخ طلال الفهد في الأندلس، ندوة الرياضة للجميع، كان فيها كلام كبير، كلام عودنا الشيخ طلال بصراحته. راح نناقش هالمواضيع مع ضيوفنا اللي منورينا اليوم. على اليمين عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم سابقا، الأخ العزيز والكبير سعود مشلش العنبو عبد المحسن، نشكره على تلبية الدعوة. بجانب اليوم أيضا زيارة أولى ونتشرف الحقيقة في أول إطلالة له في برنامجنا، ونتشرف يمكن أول شخصية تمثل نادي برقان اليوم في 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 برنامجنا، نتشرف بهذه الزيارة أمين السر في نادي برقان الأخ العزيز حمد ماجد العجمي. وعلى اليسار أيضا بعد غياب وبعد رحلة شوي طويلة، رحلة سفر إلى القاهرة، نقول له الحمد لله على السلامة، الأخ العزيز عضو مجلس إدارة نادي الساحل المطلق العازمي. يقولون أنا يعني أنقل ما يقال على لسان المقربين من الأخ مطلق العازمي أنه راح يشتري أبيات شعر، تدرون يعني معلومات، يعني يقولون أن اللي قاعد يكتب شعر حق محمد مو هو يقال محمد واثر عازم بن عرب سينا منا كم عاد القصيدة تشتريها؟ لا لا بلاك شوي في الجنيه المصر هني غاليين شوي. لا والنعم والله، طبعا مجرد مداعبة ابو محمد شاعر، ونتشرف الحقيقة بكتاباته دائما. الضيف الأخير اليوم أيضا أول إطلالة لشخصية يعني أيضا محبوبة ودائما معروف عنها مداعباته وإفيهاته، العادة يطلع بقلم أخضر لكن اليوم قلم الأخضر مخليه بالنادي، الأخ العزيز حسين الرئيس، إداري ومدير فريق كرة القدم بالنادي العربي في فترة من الفترات، وإن كان بعض عتبان على أبو علي إن أبو عبد الله ما قال الصج عن هبوط النادي العربي، لكن هالموضوع تكلمنا فيه ودش في مداخلة هاتفية ووضح وصرح، ويبقى طبعا رايه ونحترمه. حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير. حياك الله يا ابو عبد المحسن. مشكور يا ابو ماجد على تلبيه الدعوه. انا اشكرك، نتشرف بوجودك معنا. ابو عبد الله حياك الله. شكرا. شلونك؟ طيب. حيك سلمك. لوك جديد يقولون الاخوان. ليش؟ ما ادري والله، يقولون اول مره. ماني عارف شنو يعني. حياك الله يا ابو عبد الله. اللي يحب يشاركنا ويتواصل معنا ارقام هواتفنا وحسابنا في تويتر وانستغرام ايضا موجود. الشكر كالعاده في البدايه لرعاتنا وداعمينا. خل اشكر اليوم بالبدايه شركه النصر الرياضي احد رعاتنا، وابتداء من اليوم لمده 4 تقريبا ايام قادمه راح يكون ان شاء الله راح تكون ملابس من شركه النصر الرياضي. شكرا للاخوان وشكرا لدعمهم ولرعايتهم لبرنامج 90 دقيقه، ومو غريبه على الاخوان في شركة النصر الرياضي لدعمهم ورعايتهم للأحداث الرياضية والبرامج الرياضية. شكر لشركة تيماس، شكر لعطوراتها من الكويت، شكر أيضا لسفريات النور، أخوي العزيز جاسم البصري وصالونات نجمة القرين، وأخيرا أخوي بو ناصر مانع العجمي. نتشرف اليوم ضيافتنا من يعني أخ عزيز عجمي، وعلى يميني اثنين عجمان ايضا نتشرف الحقيقه فيهم منوريننا. الحقيقه في كيكه وصلت اليوم من الاخ العزيز احمد الرمضان الاهلاوي او المجنون بالاهلي كما قال في تليفونه وفي مكالمته بمناسبه فوز النادي الاهلي بدوري جميل، وايضا الكيكه من بطلنا في الرمايه بطلنا العالمي خالد السبيعي ايضا هو اهلاوي. مشكور يا أخوي خالد، ومو غريب عليك دائما يعني أنت راعي الأولى مثل ما يقولون. طبعا الأخوان أخوي خالد السبيعي وأخوي أحمد رمضان حبوا يهدون هذه الكيكة أيضا للأهلاوية جميعا،
وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الفخر للنادي الأهلي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبد الله الفيصل رئيس هيئة أعضاء الشرف، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد رئيس النادي السابق، والسيد مساعد الزويهري رئيس النادي، والسيد عبد الله بترجي نائب رئيس النادي، والسيد عبد الله مؤمن أمين عام النادي، وجميع أعضاء الشرف واللاعبين والجماهيرين والجماهير في النادي الأهلي. مشكورين أخوي خالد وأخوي أحمد على هالكيكة، نتمنى دائما الأهلاوية في أفراح إن شاء الله. تبي تقول شيء عن الأهلي؟ اي والله صورت مع الكيكة بعد. اي بالضبط انا مستانس يعني طبعا فرحان بفوز عشان هو نصراوي. لا بغض النظر عن انتمائي للنصر، انا اعتقد انه نادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة هو يعني يجب ان يحقق بطولة حقيقة، انه كان منافس قوي على مدى الخمس سنوات الأخيرة في الدوري السعودي، يعني في مراكز دائما المركز الثاني. فاعتقد انه من يعني من الظلم انه ما يحقق بطوله في 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 هذا الموسم، خاصه هو الافضل والاحق لتحقيق اللقب. يعني انا اعتقد انه البطوله راحت لفريق يستحقها. صح. وماجد اهلاوي هلالي نصراوي؟ والله انا محلي بجميع الامور كلها الرياضيه والاقتصاديه والسياسه كلها بالكامل. مالك شغل محلي نهائيا، مالك دخل ما ابدا. نبارك حق الاهلي على ابارك لهم عشان كذي انا يعني هذا الامر لا شك انه يعني نبارك حقيقة نبارك حتى برشلونه بعد. لا لا انا اذا اذا حضر مبارك الاهلي اذا حضر الان الاهلي لازم احنا الحقيقه يعني نبارك ان شاء الله باتش نبارك حق مدريد والجماهير الاهلاويه حقيقه يعني على البطوله، ويعني هذا اكيد انه بعد عطش كثير جدا جاهم يعني الماي الحلو اللي يبرد على كبودهم يعني ما يقولون زين. ابو محمد شنو هلالي نصراوي؟ والله ابو سعود انا مشكله شكلك زعلان. لا انا عندي مكس، انا بالسعوديه شبابي على هلالي، احب الشباب واشجع الهلال، ما ادري شلون صاير يعني اعيش تناقض بصراحه. والاثنين هالموسم مزعلين والله. اي والله يمكن يعوضونها لك بالكاس ما تدري. والله ان شاء الله، بس احنا انا مستغرب يعني من قضيه ناصر الشمراني، يعني دولة مثل السعودية وفيها احتراف كامل، المفترض ان العقاب ما يضر الفريق، يضر اللاعب ما يضر الفريق. انا ممكن اني انا اخصم عليه براتبه لكني ما احرم الفريق من جهوده. نعم. انا استغربت من استبعاد، بس البعض يقول هذا قرار تأديبي المفترض يتم. البعض انا عتبه براتبه يقصد مباراه مهمه، يعني مباراه مهمه مباراه يعني اذا لاعب والله يشوف ملتزم. انا كوني اداري صراحه على مستوى المنتخبات، انا اعتقد ان القرارات الاداريه خاصه التاديبيه ضروريه، يعني ضروريه بمثل، لانه اذا ما تتخذ مثل هذه القرارات مع لاعب راح يكون هناك يعني تسيب او روح هناك. إيه بالضبط، يعني بيقول لك والله انا لاعب ثاني. بالضبط. لا ترى انا يعني انا لما قلت هالكلام ترى هناك حساسيه ايضا من بعض الانديه بامر عاطفي يعني بحت، يعني اني انا مايل ويا الهلال فاقول الامر هذا، ولا القرارات الاداريه موجوده سواء كان محترف او غير محترف. بالضبط. لكن انا اقول الافضل انه يروحون الراتبه، الراتبه اقوى من الامر انك تستبعده. نعم. اقوى عند اللاعب، انت لما تخصم الراتبه اقوى. نعم. وعبد الله انا هلالي تعوض من هلالي. اي نعم. هار لك وعبد. وكنت اتمنى يعني فوز الهلال، بس الاهلي فريق كبير يعني. هلال طاقينكم ستة تشجع الهلال؟ لا متى طاقنا ستة؟ تحت شعاع تسعة. لا ما كنت موجود. ما كنت موجود؟ 96 95 ما كنت موجود. فريق يطقني ستة واشجعه ما بسعود. انا ما اخذ كاس خليج منه 1-0 اللي غلبناهم جول محمد اشراق النهائي. اي صح. يعني اخر مباراة وياهم اللي فزنا عليهم البطولة الرسمية اللي اخذت كاس مجلس التعاون 1-0. بس للامانه يستحقون الاهلي الموسم هذا، يستحقون فريق كبير للامانه. مبارك لهم والله يوفقهم ان شاء الله. يستاهلون مره اخرى نبارك الاخوان الاهلاويه والافراح. ويستاهل يستاهل عمر السومه، لان سعود ترى السومه قاعد يقولون في اخبار ان في نادي كويتي كبير راح ياخذه. تاخذه؟ انا ما اعتقد. ايش تاخذه؟ لا 2018 كم يعطونه؟ شنو الامور المسهله؟ لا امس سعود ابو حمد قال مستحيل يرجع الكويت اصلا، ما يصير يرجع الكويت. لا هو يرجع الكويت بحكم هو يعني نسابته هني واهله هني في الكويت. اي صحيح. مو بين مده على قد انه يرجع كمحترف هني. لا هو شوف لاحظ ان افضل المحترفين حاليا في الدوري السعودي يعني في الاهلي عمر السومه، وايضا في التعاون اللي قاعد يقوم فيه جهاد الحسين دور كبير. هذول اللاعبين اثنين كانوا في نادي القادسيه صحيح فتره من الفترات. اعتقد انه ما شاء الله سومه شنو يعني شنو اهدوه امس لما جاب الجولين. بالضبط. انا اشوف افضل محترف يمكن هناك عندهم.
أنا قبل لا أنتقل لتقريرنا وراح نعرض لكم بعض المقاطع من ما ذكره الشيخ طلال فهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية في ندوته. أخونا أبو ماجد زودنا الحقيقة، أعتقد هذا أول ظهور إعلامي لشعار نادي برقان الجديد بعد ما اعتمد من الهيئة العامة للرياضة وبعد ما اعتمد مجلس إدارة نادي برقان. حلو حلو. شعار جديد من 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 فكرة أبو ماجد، لكن تصميم منه الحقيقة كان طول فترة هذه كلها يعني، وخذت منه وقت شوط كبير جدا، لأن كل حرف فيه وكل رسمة فيه الحقيقة لابد أن نسأل فيها الحقيقة. نعم. ولكن ساعدني في التصميم الكابتن سيف الهندال مدرب المدير الفني للكاراتيه، وأقر طبعا مجلس إدارة في اجتماع قبل حوالي اجتماعين، وأقر طبعا صدق اعتمدت الهيئة، وبالتالي أصبح الآن رسمي وإن شاء الله قريب جدا. النسر النسر طبعا هو الانقضاض على 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 الفريسه، واحنا جايين ان شاء الله بقوه باذن الله سبحانه وتعالى. بس والله ابو سعود يعني اللون الازرق صار تومات يعني بالانديه الكويتيه، لون المنتخب شباب التضام اليرموك، لون كثرة اللون يعني يكون لون. الحقيقه هذه فعل، هذه من ضمن الامور اللي حتى بعض الاعضاء من الاداره سال قال ممكن رابع نادي وراح يكون شنو لبسته ذهبي باليد اسود غشاش يعني هذا اليرموك نفس الشيء ازرق ميال الاسود قال قال ابو عبد الله اسود ايش كنا لعبت مباراه في في كره اليد طائره وشفت انا كان في سعود انا في فتره من السابق انا اقترحت عليهم اختيار اللون الاخضر الفسفور اللي في النادي الاهلي صحيح المباراه النهائي هذا العربي يزعل لا 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 هو مختلف عن اللون العربي يعني عربي اخضر اخضر انت ايش رايك ابو والله انا اشوف الشعار حلو لكن اللون اعتقد انه الشباب واليرموك لحد الان ما اختار اللون الفني لا لحد ما اختار هو الشعار الشعار يعني يدل على شنو اللي بتلبسه ما يلزمك ما يلزمك مو شرط لا ما اقصد عاده ما يكون الشعار المفترض يكون نفس اللون يعني صح ويكون لون احتياط مثلا هو مجرد اقتراح يعني اتمنى ابو ماجد يعني تاخذونا بعين الاعتبار عشان يكون بالمستقبل انه النظره الاولى لاي مشاهد لنادي برقان انه يشوف الفنيله متميزه مثل ما الحين متميز كاظمه والساحل لا بعد المحسن لبسه وكنا لون ذهبي على شيء كذي في مباراه اليد ايه لون ذهبي باهت يعني ايه هم لبسوا وشي لبسوا شفت صارت ما عجبني اللون الذهبي لا لبسهم قديم قبل احد الاخوان داس تغريدة ابو محمد لك واتمنى تقبلها بصدر رحب اخونا احمد الفرهود يقول نقدم دعوة للسيد مطلق العازمي لحضور تتويج فريق اليد لنادي الكويت غدا في الدعية ومنها يشاهد كيف يكون النجاح الاداري لنادي الكويت والله حاضر والله دعوتك على عيني وعلى راسي ابو سعود نعيد بعد قلنا يا جماعة والله يعني الشغل اللي قاعد يقوم فيه نادي الكويت شغل احترافي على أعلى مستوى وقلنا هو النادي الوحيد اللي يشتغل باحترافية يا جماعة أنا قلتها على الهواء مباشرة خالد الغانم أفضل إداري بالكويت يشتغل بمحسن الرجل وإنجازاته مشهودة لكن الصورة اللي طلع فيها خطأ ولين أموت أقول خطأ شنو نبي أنبياء كلنا نخطئ اللي سواه خطأ لكن الرجل ناجح نعم ناجح أتعلم منه إي والله أتعلم منه لكن بالخطأ هذا ما راح أتعلم منه كذي اقولها حتى ونقولها بعد الغيره حتى لو كان من ربعنا لما ابو محسن يخطئ ابو محسن بعض المرات رفيجنا وعلاقاتنا فيه طيبه ابو محسن مو تنتقدنا بعض المرات في الاداره فيها شيء من حقه ولد النادي وش المشكله يا جماعه الانتقاد المفترض ابو سعود نتقبل من بدون تجريح بس انت قلت مره قلت ربعنا اجروا الملعب وما اقدر اقول خطا ولا اقدر رفيج اذا اجر الملعب حق اعطاه مثلا عيال ابو محسن اعطاه الدلماني عيال محتاجه يقول لا تعطيه لا والله الساعه مبارك خليه يلعبون يستانسون شو المشكله؟ ارد بيسحبون منكم الملاعب ها؟ بيسحبون منكم الملاعب منو الهيئه؟ ايه. الهيئه الحين اللي يبون يسوونه ما تكتفنا طيب خلينا نشوف ابرز طبعا راح ندخل في الموضوع اليوم الشيخ طلال فهد مشكورا لبى الدعوه وهذه يعني مو غريبه على ابو مشعل مع انه يعني في بدايه كلامه قال ابو مشعل أنا قليل الظهور إعلامياً لسببين يقول يا أني أنا أعتذر يا أن لا توجه لي دعوات أساساً من البعض للظهور إعلامياً هذا ما أذكره في بداية لقاء أبو مشعل لكن اليوم بادرة أخونا خالد الهيت أبو فهد جزاه الله خير ونقطة ثالثة بعد هو قالها بعد أنه ما يحب التصادم
ايضا انت حضرت الندوه؟ لا ما حضرت، خذيت المقتطفات. طيب خلينا نشوف الجزء الاول من ابرز ما قال ابو مشعل في هذه الندوه. مع الاسف يعني احنا في الكويت نعاني كثيرا من هذا الامر، خاصه مع المسؤولين او مع الدوله ككل حقيقه، عشان اكون واضح، ليس هناك مجال للابداع الا بمبادرات شخصيه، ما يعطونك مجال انك تبدا. العمل التطوعي بشكل نوعا ما مرفوض في الوسط الكويتي او الثقافه العامه الكويتيه. انتم تشوفون في دول العالم ترى تقاس تطور الدول او تقدمها من العمل التطوعي لديها، من يعني من قياسات اللي تقيس فيها تطور الدول. من سنتين الحقيقه كانت رياضه للجميع في دول مجلس التعاون تحت المنظومه السياسيه، كانت تتبع لوزاره الشباب، ومن ثم حولوها للجان الاولمبيه. وحقيقه بعثنا يعني خطتنا كلجنه اولمبيه للهيئه العامه للشباب والرياضه، اللي مع الاسف احتفظت بالميزانيه اللي موجوده في ميزانيتها لها، ولم تدعم اللجنه الاولمبيه باي مبلغ لهذا الامر. وبالتالي يعني انتم عارفين يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، انتم عارفين الدعم القطاع الخاص للرياضه كبير جدا في الكويت، وبالتالي ما قدرنا حقيقه ان نحقق اي نجاح في هذه الخطه. احنا مع الاسف يمكن حتى الميزانيه المخصصه للرياضه لا تكفي حتى للرياضه للجميع، فما بالك انك لما تبي تصنع بطل. كان هناك مجهود حقيقه سابق من اللجنه الاولمبيه والهيئه العامه شباب الرياضه لصناعه البطل، وتم ارسال كذا بطل حقيقه في الخارج، لكن الامور وقفت في السنوات الاخيره. الخمس سنوات السابقه في اتحاد الكويتي لكره القدم لم نحظي بدعم اكثر من سنتين او ثلاث سنوات بالكثير دعم حكومي كامل، وانما جميع السنوات الاخرى كانت دون دعم لا مادي ولا لوجستي. يمكن بعضكم يمكن ما يعلم ان احدى المباريات تم رفض اعطائنا فيها، مباراه رسميه تصفيات كاس العالم، تم رفض اعطائنا فيز للفريق المنافس، ولما صار ضغط جماهيري على هذا الامر دزولنا فيز الفريق المنافس ان نروح نخلص فيزهم من الجهات المختصه، ونسوا الحكام. الثقافه اللي يحتاجها الاخوان في الهيئه ان يعرفون ان المباراه يجب ان تقام بحكام. كل هذه المشاكل اللي عانيناها حقيقه سواء ماليه او لوجستيه لم يعني هي تحبط من العمل، لكنها ما وقفتنا، واستمرينا وقاتلنا، ورحنا يبنى تسويق، ورحنا ندافع عن اللاعب، ورحنا نساعد اللاعب، ورحنا نساعد الإدارة، وحاولنا أن نطلع بأفضل صورة. النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى بالأخير، لكنه لله الحمد استطعنا أن نؤهل كل المنتخبات وحققنا نتائج. لما تحطها ورقة وقلم راح تلقى من أفضل النتائج. لكن يا أخوان ما يعطونك وقت يخلونك تشتغل. الناس ما همها الكويت. احنا مشكلة كنا نعاني من السابق كلنا الكويت، نقول مشكلة الكويت الحسد. لا، المرحلة هذه الحسد قطيناها ورا ظهرنا. صارت المشكلة حقد مو حسد. حياكم الله ويانا. طبعا قبل لا اخذ تعليقات الاخوان على ما ذكر الجزء او ما ذكر في الجزء الاول لتصريحات الطلال في الندوه، اخونا جابر زكريا يقول سلم على ابو عبد الله ويقول محتاجينه في الجهاز الاداري الموسم الجاي، ويسلم عليك. ايضا على طاري العربي، اليوم كان في اجتماع لمجلس اداره النادي العربي، كان مفترض اجتماع لكن تم تحويل الاجتماع الى جلسه وديه حسب ما عرفت من الاخ حامد الخشاوي مشكورا، وتم يعني تبادل الاراء فيما بينهم، وعتب كان بسيط ما بين البعض لكن انتهى الاجتماع على خير الحمد لله. تم الدعوه الى غدا اعتقد يوم الجمعه والسبت، السبت ايضا يقولون بالمطعم الايراني فندق شيراتون
صدق ابو عبد الله والله اللي سمعته والله ما ادري بس حامد قايل لك بعد لا حامد ما قال لي اي مطعم من عندي المطعم قد ابو سعود يعني اذا قد لازم صراحه لازم مطعم ايراني على فكره ترى نادي الساحل يوميا بخيمه النادي يوميا عشاء مطعم ايراني والله صدق ولا مره عزمتنا ابو عبد حياك الله يا ابو سعود يوميا احنا محمد موجود لا ابو محمد بدوريه ثانيه غير دوريته يعني قائمه ثانيه لا ما بس نعرف السالفه لا ابو سعود هي ترى شوف الخيمه معروف الخيمه هذه يعني فيها تكون خيمه نفس خيمه عرباويه فيها لا فيها مجموعه من الاداريين السابقين من المدربين السابقين من اللاعبين السابقين مو الحاليين لا مو الحالي يعني عشان تي ما تبون ابو محمد لا ما نبي حالي ايضا على طاري النادي العربي ايضا حسب ما قال اخوي حامد في تكريم ايضا للفرق المتميزه سيقوم فيه الاخ العزيز جمال كاظمي رئيس النادي وهذه بادره طيبه ايضا فريق تحت او لمواليد 2004 ايضا سيسافر الى البحرين لتمثيل الكويت في مهرجان ايضا اعتقد النجماوي يوم الاربعاء يعني هذه صورة الفريق اللي راح يمثل الكويت نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في فرق كبيرة فرق خليجية أيضا رقم كبيرة رقم 10 أبو سعود رقم 10 أشوف عنه برامج على طول ما شاء الله هذا منتخب ولدشتي توأم اثنين هما حسين ذاك اللي واقف 10 و10 لاعب مهاري الله يحفظه اثنين هم 10 لابسين شوف 10 10 والواقف 10 لا اللي واقف اعتقد يا منو عبد الله يا منو واللي قاعد 10 اخوان توأم حسين وحسن دشتي ان شاء الله هو عموما ابو سعود ترى المراحل السنيه السنه هذه يعني انا صراحه اتابع يمكن ابو قاعد اتابعها بالنادي صراحه الدوري 19 و17 و15 مميز مميز صار في فرق زينه وصار يعني قاعد نشوف كره وعبد المحسن عفوا نادي الساحل تقريبا من افضل الفرق على من التسعينيات لغايه 2000 كان من احسن الفرق بالمراحل بالضبط الحين عاد نفس الموسم هذا 17 و15 مراكزهم متقدمه اعتقد 15 خذ المركز الثالث والساحل اول 15 للاسف على اخر الرابع بالضبط الجولات الاخيره فرق عن الجهره يمكن نقطتين او نقطه ولكن العمل اللي قاعد يقومون فيه الاخوان في المراحل السنيه السنه هذه يعني مشكور انا شدتني كلمه من الشيخ طلال يقول قبل كنا يعني ننتقد بان الكويتيين حسودين الان مو بس حسد وصلنا الى مرحله الحقد فعلا تأيد في هذا فعلا ابو سعود اللي قاعد يصير يعني انا اذا بتكلم عن الشيخ طلال وسعود الشيخ طلال ما حد يقدر احنا ما نزايد على بعض بحب الكويت ولا ان الواحد وده ينجز شيخ طلال كان بنادي القادسيه كم موسم قاعد اعتقد 9 مواسم مواسم مليئه بالانجازات اكثر 13 سنه لا انا اقصد 9 الاداره اعتقد من 97 من 97 الى 2001 10 9 9 اعتقد لا لا اعتقد بعد قبلها 5 اشخاص 9 اعتقد لا اعتقد قبلها بعد لا اوكي المهم انها كانت مليئه بالانجازات مشهوده انجازات معقوله هو رئيس اتحاد وشيخ ما يطمح للانجاز يعني احنا نتكلم بلغه العقل الرجل يبحث عن انجاز وده ينجح وده يوصل كاس العالم وده ياخذ كاس اسيا لما قال تبون كاس اسيا هو وده لكن يا ابو سعود ترى عوامل النجاح ما تقف على الشيخ طلال بروحه ترى امور كثيره انت الحين انا تطلب مني انجاز وانت قاعد تكسر مجاديفي بالهيئه وتكسر مجاديفي بالاعلام اليوم ابو سعود الحقد وصل الى الصحف الدنماركيه في هجومهم على الشيخ احمد الفهد يعني الصحيفه اللي اساءت للرسول عليه الصلاه والسلام اساءت اليوم لاحمد الفهد قام يستخدمون ضرب الشيخ احمد الفهد احنا نختلف ويا الشيخ احمد الفهد ويا الشيخ طلال عندهم اخطاء لا بس الصحيفه مو هي اللي ايا كان يقال بان هي نشرت التقرير فقط احنا نقلنا ثقافتنا الاعلاميه واعتذرت عنا يعني عشان لا تتهمون ماشي احنا نقلنا ثقافتنا وحقدنا الشخصي فيما بيننا الى اوروبا هناك يعني هم بعد جبنا لهم هناك العيب هذا ابو سعود احنا نقول انتقاد المفروض ما يكون جارح ولا يكون شخصاني اللي قاعد يصير على الشيخ طلال حرب هو ويا اخوه الشيخ احمد الفهد حرب يطقونهم من كل صوب خليه يحترمون القوانين المحليه انا قلت لك قبل انت لو تهاجمهم كان الحين بالهيئه منسق اعلامي صح ولا لا؟ والله هذا بس انت لو تنتقد لين تقول بس والله ما ياخذونك الهيئه قلت لك كذا تذكرها زين فابو سعود اليوم احنا ما نذكر اسامي لكن كل من طق فيهم راح واشتغل بالهيئه كل من طق فيهم راح هناك والله يا ابو سعود ترى امور قاعد نشوفها
والله يطلع اعلامي يطق فيهم كم طقه راح يشتغل. فاللي قاعد يقوله الشيخ طلال صح، في حقد وفي استغفر الله ما في شرف حتى بالخصومه. قبل يا ابو سعود كان في شرف بالخصومه، انا ضد ابو محسن لكني منصف. والصراحه خل اروح اتذكر صراحه انا يعني قمت اتذكر واقول يعني بيض الله وجهه وما قصر فيصل الجزاف اللي كان فعلا رياضي مخلص للوطن رغم الخلافات اللي بينه وبين الاتحاد او باللجنه الاولمبيه، كان عنده روح حب الكويت. ما هاجمته لما حل الانديه ابو محسن؟ لا شوف شوف ابو سعود، ابو سعود قد يكون قد يكون قد يكون الشخص قد يكون الشخص ايا كان حتى سواء من اي طرف من اي طرف ممكن يخطئ، ولكن يظل القلب نظيف وصافي وله فيه في في محل لحب الوطن والعمل لاجل الوطن. هذه ترى فيها ترى احنا ما نختلف على انه الخصم يقعد مع الاخر على طاوله واحده اذا كان الهدف اسمى، الهدف هو الوطن الكويت ان شاء الله كلهم هدفهم الكويت. انا ما اشوف انا ما اشك ابدا شوف انا ما اشك ابدا لا 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 ما اشك ما اشك القائمين على الرياضه ابو سعود. انا يعني شخصيا انا من زمان انا ما احط اشخاص فلان او فلان او فلان سواء ضد او مع يعني طرف القضيه. انا اتكلم عن اهداف عامه للرياضه في الكويت سواء اداريه او فنيه. أوكي. ما اضع الاشخاص، انا اجزم على ان الكل يبي حب الوطن، لكن كيفيه الوصول لحب الوطن لازم ان يكون فيه اتفاق مع الكل. طيب يصير ما يصير الوطنيه بس عندك انت واحنا ما عندنا وطنيه، ما يصير. طيب ابو ماجد انت من الانديه اللي اعتقد انظلمتوا من الاتحاد، عدم مشاركتكم في الدوري العام عفوا دوري يعني فيفا، فقط مشاركتكم في دوري عام، يعني امور احس ان فيها ظلم لنادي برقان. ابو سعود حقيقه انا اتخذنا حقيقه خط من اول يوم اشهر النادي بان لا ندخل في اي خلافات، جميع الأندية احنا بحاجة إلى أن نسوي شبكة تواصل معهم وعلاقات طيبة بين الأندية وبين جميع الهيئات الرياضية وحتى الدولة من طرف يعني من طرف الهيئة العامة للرياضة وكذلك. يعني انتوا لا معايير ولا تكتل بالنسبة لنا، احنا أعلنها 20 مرة مو مرة ولا مرتين، احنا دائما نقول جميع الزملاء في الأندية الرياضية هم زملاء لنا، عندما نسأل على قضية معينة نكون مجردين، ما لنا أي أهداف أخرى ولا أجندات أخرى نهائيا، وبالتالي أي قضية تسألني فيها راح أكون يعطيك إجابتي فيها يعلم الله سبحانه وتعالى يعني نابع عن مصلحة عامة يعني. وهل الفرق الثانية والأندية الثانية لا أنا أنا أتكلم الآن، أنت خليني أقول لك الآن أنت فترة طويلة صار في تكتل معايير، نعم، وإحنا جينا تم إشهارنا في لحظة معينة بعد هدوء معين، والكل عارف إنه هني صار رئيس وهني صار رئيس وهدت الأمور بعد ما استدعى طبعا صاحب السمو وهدت الأمور لمدة سنة كاملة عدول ذيك الفترة. طيب. هذه الفترة تم إشهار النادي، وتالي إحنا ليش ندخل نفسنا في معمعة إحنا في غنى عنها؟ إحنا جايين لأجل هدف معين. تعتقد إن هذا السبب اللي ما قاعد يخلي الاتحاد يوافق إن؟ لا ما بي أنا ما أبي أظلمهم الحقيقة، إحنا نتعامل بمهنية وباحترافية، الاتحاد فيه أعضاء وبالتالي لا يجوز أبدا نقول والله رئيس اتحاد أو الأعضاء أو حتى الجمعية العمومية، يعني ممكن الجمعية العمومية هم بعد يعني عندهم أسباب معينة لرفض نادي برقان في وقتها يعني. نعم. الآن أنا أعتقد إنه أصبح استحقاق الحقيقة على الأندية زملائنا في الأندية الرياضية وكذلك الاتحاد إنه نادي برقان يعني هو إضافة للأندية الرياضية عفوا للكرة الكويتية، هو يعني أثبت علو قدم الحقيقة فترة طافت. يعني أنت تبي وقفة الأندية وياك؟ والله إحنا قبل الأندية أعتقد زملائنا في الممثلين الأندية في الاتحاد اعتقد ان عندهم بعد نظر في الموضوع هذا وراح ياخذون. طيب. بوجهه نظر راح ياخذون القرار السليم ان شاء الله. وعبد الله انا اشوف اقول طول ما في اطراف متنازعه وما في قرار صارم قرار حكومي صارم راح نقعد لمدى البعيد على هاي رياضتنا. لا تؤيد يعني ما قرارات الحكوميه اللي قاعد تصدرها الان؟ طبعا اذا في قرار صارم يعني الكل و14 نادي يكونون على مؤيدين للاتحاد وكلهم على قلبه يعني على شيء واحد خلاص. اما اذا على المنازل اللي قاعد يصير هالخلافات وال انت ترى الاتحاد محارب نفس ما قال ابو محمد؟ والله مو محارب يعني في يعني في اشياء سلبيه وفي اشياء ايجابيه يعني من الطرفين، انا ما اقول اتحاد ولا شيء اسمه يعني.
تقول الشيخ طلال نجح في مهمته؟ الشيخ طلال هو مثل ما قال اخوي شو اسمه، انا من اوله كان ناجح كرئيس نادي القادسيه 13-12 سنه، حقق انجازات وكاس تفوق بالعكس يعني. يعني ما تعتقد انه فشل بالاتحاد؟ والله كشخص انا كشخص هو لا، اما في يعني انا كنت اتمنى ان يكون بالاتحاد 14 عضو ممثلين جميع الانديه، يعني من كل نادي. هذا اللي صاير موجودين؟ لا مو صاير، مو كلهم موجودين متابع، يعني مو الشخص اللي يكون جاي من طرف نادي. عطني مثل منه عندك نادي، مثلا نادي الكويت منه ولا هذا شاهد الزامل؟ نادي الكويت منه ولا شو اسمه، ونادي العربي منه عندهم؟ انتم ما رحتوا، انتم زعلانين عليه. قاعد اقول لك انا ما اكمل 14. انتم زعلانين ابو عبد الله؟ زين وكاظم؟ انتم زعلانين؟ كاظم من عندهم؟ مش الفودري هم هو مو طريق نادي كاظمه عضو جميع لا ادري، بس انا اقصد النادي وقصد انه مو مزكى من نادي كاظمه او من نادي الكويت او من نادي العربي، ولا اقصد يعني مو يعني انت تبي ان العضو لازم يكون لا يكون تحرمني انا متناجر مع متاوش ويا مجلس دارتكم مثلا. انا اقصدك يكون من الافضل، يعني انا ما كنت احب متاوش، اقول من الاحسن. انت الان انت تبي يعني النادي هو اللي يزكي العضو حق الاتحاد؟ طبعا. اوكي، انا في نادي، انا كنت لاعب في نادي الكويت وما مو زين مع مجلس الاداره مثلا، ليش يحرمني؟ في طريقه اسلم، في طريقه، وليش احرم اللي موجود عندي بالنادي كان ما يستحق يعني؟ لا ليش ابو سعيد، ليش ادش في المهاترات هذه؟ زين واخلي في نفوس شيء بحيث ان النادي بكبره في مجلس اداره اللي اكتسب ثقه الاغلبيه، خلينا نقول زين لا يمثله من الاغلبيه هذه، انا اعطي يعني اسلوب وطريقه سليمه جدا، بحيث مثلا يفتح باب الترشيح لمده اسبوع كامل في نادي معين مثلا، ويرشحون نفسهم جميع الاعضاء الجمعيه العاملين شليمنا. وبعدين إيه مو مجلس اداره، لان راح يضرب مثل ما قلت انت. ولا كذلك هو العضو الجمعيه يروح مباشره للاتحاد، لا ناخذ طريقه سليمه جيده بحيث انه هذا. بس رجعنا الى القانون السابق اللي هو افضل، لما كان 11 عضو يتم انتخابهم من طريق الانديه، لان طالما ما فيه مجلس اداره في الاتحاد، وانا يعني مثلت في الاتحاد في كل الحالات اللي كان فيها الاغلبيه الانديه كلها او الانتخاب السابق، طالما الاتحاد او المجموعه اللي هم الاتحاد مو يعني متضامنين ولا مستقرين على ما يعني يقدرون يشتغلون، ما يقدروا يشتغلون هذا. حتى في الانديه يعني، حتى حسين عارف يعني، حتى لو نادي ما فيه يعني استقرار من الاشخاص وفي اغلبيه تعمل بتوجه واحد، ما لا يمكن يكون فيه نجاح، ما تمشي الامور. ما تمشي الامور، بالتالي المفروض ان يكون انتخابات الانديه ان يكون الاتحاد متوافق، انما اذا كان فيه بس مجرد واحد يبحث عن الاخطاء، يبحث عن الـ 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 ما تمشي ما تمشي الامور. انا اعتقد انه النظام الحالي اللي هو وجود شخص من كل نادي نظام سيء. طيب. لا يختم الرياضه في الكويت. اوكي، خل قبل لا نروح حق الجزء الثاني من تصريح ايضا الشيخ طلال فهد في الندوه، احد الاخوان داز لي التعميم الخاص بالهيئه اللي صادر اليوم 25 ابريل 2016، تهديكم طبعا الهيئه العامه، تعميم لكافه الانديه، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على صرف مكافآت الاحتراف الجزئي للاعبين خلال شهور أبريل ومايو ويونيو. ولما كان صندوق تحفيز اللاعبين يعد مخالفا لأحكام القانون بشأن الاحتراف في المجال الرياضي وملاحظات من قبل وزارة المالية مما يتعين إلغاء صندوق تحفيز اللاعبين، فإن الهيئة تهيب بكافة الأندية الرياضية القيام بصرف كامل مبلغ مكافآت الاحتراف الجزئي للاعب المحترف وعدم خصم أي مبالغ لحساب صندوق تحفيز اللاعبين، وذلك عن فترة 3 أشهر أبريل مايو يونيو 2015، وتلغى كافة التعاميم المتعلقة بهذا الخصوص. أبو محمد. والله أبو سعود أنا مستغرب من الهيئة، يعني هم قالوا أن الأشهر هذه باللائحة القديمة، اللائحة القديمة في 100 دينار تروح صندوق تحفيز اللاعبين موجودة، انت الحين خالفت كلامهم. طبعا انا اقول بركه، خلي اللاعب ياخذ المبلغ كامل، يستاهلون لاعبين ويستاهلون، لهم سنه وشوي ما اخذوا شيء ابو محسن. لكن انا اقول كلام الهيئه هم يردون على انفسهم، هم يقولون تعميم ويردون عليه بتعميم ثاني،
هم قالوا ان هذا باللائحه القديمه ما لها علاقه باللائحه الجديده. اللائحه القديمه كان 100 دينار تروح صندوق تحفيز اللاعبين. تبي تقول لي وزاره الماليه مو راضيه؟ وينها وزاره الماليه 14 سنه؟ وينها 14 سنه؟ كانوا نايمين ولا شنو؟ 14 سنه صندوق تحفيز اللاعبين تروح 100 دينار وين راح؟ وين ما في شو اسمه محاسبه؟ الحين صارت فيها محاسبه؟ بعدين اعتقد انه حتى تعميم الهيئه هذا اعتقد انا ما يمكن اكون غلطان ما هو ملزم. انت صارف لي 4 و5 و6 على اللائحه القديمه مو الجديده. بس نزل تعميم الحين يلغي يقول لك ويلغى كافه التعاميم السابقه بالكتاب كاتب. والله ما ادري ابو سعود هم وماجد وفقا للائحه الهيئه حق لهم. انا رايي على اساس اثبتكم ان احنا مستقلين ولا نتبع لا لهيئه ولا غيرها. احنا كنا من الناس اللي انحضر الحقيقه وبعد تشكيل لجنه الانديه في الاحتراف الجزئي وكنا نشارك الحقيقه يعني في الاجتماعات اللي تم دعوتنا فيها بكل ايجابيه الحقيقه. لكن بعد مرور حوالي سنه كامله دائما يقول لكم مفاوضات اذا طالت لابد يكون في ضحايا. وكنا احنا الحقيقه في نادي برقان اول من اعلن انه لابد من تطبيق اللائحه، لكن ما هي من الحكمه ابدا ولا هي من الحصافه ابدا ان ينزل تعميم بهذه الطريقه بصراحه. لان انت الان بعد ما الانديه الدكتور حمود حكيم بغض النظر بغض النظر لا احنا ما نتكلم على اشخاص ما نتكلم على اشخاص انا اتكلم على منظومه هي الهيئه العامه للشباب الرياضه والكل يعرف ان احنا يعني قرار شخصي يعني احنا قررنا وقتها ان ننفذ قرار التعميم اللي هو خاص في الاحتراف الجزئي الجديد لان مثل ما قلت يعني الخسران الاخير من اللاعب احنا نظرنا اللاعب الامانه وقتها وبعدها صارت جميع الانديه انضمت الى القافله هذه ونفذت. ولكن مو صحيح ابدا الان بعد ما نفذوا الاسم الانديه تجون الان كهيئه وكانه يعني خلاص احنا صار عندنا عصا غليظه ويعني بمعناها يعني عدبنا الانديه وبالتالي الان خلاص كل يوم الثاني نمسك. لا خلاص ما دام ان الانديه بالفعل يعني التزمت في اللوائح الاخيره زين خلاص نعم. تفيدك شويه لا تحاول انك طيب. تستخدم العصا هذا غليظ. احد الاخوان يقول هذا سببكم ابو محمد انتم اللي خضعتوا حق الهيئه في يوم الاجتماع خل اكلوا على قولته يعني بما معناه خبز خبزتين بالضبط يعني ما ابي اقولها لكن هو يقول انتوا تنازلتوا حق الهيئه خلاص. والله يا ابو سعود احنا ما تنازلنا لكن انت شايف الامور شلون كانت يعني يعني حتى الضغط جانا من اللاعبين انفسهم يعني وصلنا الى هني ناس طلعوا وياك واضرابات ما اضرابات. نعم لوين بنوصل؟ يعني احنا طحنا بين كماشتين الهيئه واللاعب المسكين اللي صار له سنه وشوي يلعب بدون فلوس. طيب فهي ابو سعود شو نسوي؟ احنا طبقنا قال الدكتور محمود الفلاح طبقوا وتعالوا خلني قاعد. هم في الاولى قالوا نسقنا عندي هم ما نسقوا ولا شيء. احنا بالثاني نقول لك يا دكتور محمود يلا خلني قاعد ونعد لائحه جديده توافق. نعم اخونا عبد العزيز الشعبان يقول بالبدايه الهيئه قالت فقط وقع العقود يتم الصرف خلال اسبوع. اي نعم. وبعد توقيع العقود الهيئه كل دقيقه عندها طلب، كأنها ما تبي تصرف لنا. لا ابو سعود ترى خليني اقول لك شغله ترى انا يعني الحين من متى الدكتور حمود فليطح نحترمه وقدره يعني بضاري من متى مصرح انه خلال اسبوعين راح تنزل؟ انا قلتها له بالندوه اللي صارت عند الاخ خالد الهيت والاخ فهد دحل. قلتها له، قلت له بضاري انت قلت بعد اسبوعين الصرف صار لك شهرين وانت تردد بعد اسبوعين. الحين كم صار لهم؟ متى ابو سعود صرح؟ اخر اثنين ترى. نعم الحين احنا اخر اربعه نقول لاخوان اللاعبين انت كنت تقول السبب الانديه احنا وقعنا خلصنا يلا منو السبب الحين منو التعطيل من منو هم منكم انتم بعد هي لا وقعنا وكل شيء وافقوا على عدم استقطاع يلا منه. احنا الساحل المزينين اصلا بخات شهر ونص ايش اسمه عقودهم هناك ليش ما صرفوا لهم؟ طيب خلينا ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه بشكل سريع قبل لا اروح حق الفاصل. بروح فاصل يلا اوكي فاصل وبعد ذلك نعم. حياكم الله ويانا في سلام خاص لكم جميعا من اخونا محمد مطلق العجمي عضو اتحاد الكاراتيه ونعم الله يسلمك الله يسلمك بشكل ايضا شخصي يا ابو ماجد. ايه ذبحني بواتساب يقول تكفى دير بالك على ابو ماجد. الله يسلمك محمد زميل عمل وليش ما يدير باله على ابو هم عجمي؟ لا هو توني اقول توني ماشي منه. اوكي ترى ليش ما سلم عليك عيل؟ توني طالع منه وماكل كنافه جايب كنافه قبل شوي. بالعافيه حقيقه رياضي من طلعه. خل اخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ابدا مع اخوي
كنا من الحين بينت القائمتين. لا والله ما في قائمتين ولا في شيء. محمد كنا من الحين اقول الامور سهالات في نادي الساحل. حيل سهالات. جدا جدا والله. هو مثال يحتذى فيه بالديمقراطيه. إيه. والله بس اتكلم جد مو قدام ابو محسن. انتخابات جايه. ها؟ انتخابات جايه بنشوف. اخذ اخوي سامي صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير ابو سعود. حياك الله. صبح عليك وعلى الاخوان المؤسسين واحفظ السلام اخوي العزيز احسن الريس. حياك. اهلا فيك. الله يحييك. ابو سعود انا بس عندي سؤال بدي اطرحه حق الاخوان الموجودين عندك. تفضل. بما يخص قوانين الاتحاد. وبالاخص موضوع اللاعبين ان بعد المباراه ممنوع يدخلون الملعب والزام اللاعبين ان لازم يصفوا بعض بعد نهايه المباراه. انا اشوف ان هذه ان شاء الله يعني ما هي ناجحه وتسبب مشاكل وقتي ولكم دليل هالموسم هذا كذا مشكله صارت بين اللاعبين وبعدين قاعد يموتون فرحه اللاعبين ما يخلونهم يدفعون مع ربعهم الا لما يطلع الحكم برا ويستهدف هالشيء نهائي ما نبدا موجود من الاساس عندك ان ممنوع اللاعب يدخل ليش تستثني من النهائي وتخلي باقي المباريات بهالشكل هذا يا ريت اسمع راي الاخوان في الموضوع هذا ابشر مشكور مشكور يا اخوي سامي اخذ اتصال اخر اذا جاهز حسن صبحك الله بالخير صباح الله بخير وسعود شلون اخوي حياك الله انا عندي بس اقتراح حق البرنامج اول شيء بخصوص الامس اللي تسوونه التشكيله الاسبوعيه حق الدوري فيفا يا ريت تضيفون على الحكام حكم الرابع عشان لا تظلمونه هذه شغله يعني انت قاعد تحطون الحكم الراية وحكم ساحه وحكم راية يا ريت هم تختارون شو اسمه حكم الرابع عشان لا يعني هم دوره كبير ترى بالملعب هاي شغله الشغله الثانيه عندي حق اخوي الكبير حسين الريس بغيت اساله انا متابع بتويتر وهذا ما اشوفه اذا النادي العربي اخطا او شيء ما اشوفه ينتقد او يتكلم احس انه ماخذ دور الصامت كذي انه ما قاعد يتكلم شيء ثاني بس ابي ان امس انا دقيت وسالت صالح عن اخفاق النادي العربي سنه 99 موسم 2000 يا ريت يرد علي هو هل النادي العربي سنه 99 2000 طاحوا درجه ثانيه ام لا بس والله يعطيكم العافيه مشكور يا اخوي حسن واحنا تكلمنا بهالموضوع بدايه الحلقه وذكرنا ان ابو عبد الله دخل في مداخلة هاتفية يعني كل شوي نعيد هالموضوع يا أبو علي وأمس سولفنا فيه وأول أمس فإذا تبت عارف رأي أبو عبد الله في حلقة سابقة تطرقنا لهذا الموضوع شو المشكلة إذا العربي طاح درجة ثانية شو المشكلة إذا العربي يعني حقيقة العربي طاح درجة ثانية شو المشكلة لا مشكلة هذه عريق عريق يطيح درجة ثانية نعم العربي دائما يرتفع الدوري تطور الدوري من ارتفاع العربي والقادسية والكويت ندري بس العربي طاح درجة ثانية شو المشكلة حقيقه وعمل دوري من قسمين القسم الاول مجموعتين يعني بالكامل دمج والقسم الثاني يقول لك يقولك شنو مشكله اذا طاح درجه ثانيه عادي احنا نقول عريق ونقول يعني افضل يعني من افضل كبيره طاحت يعني مو مثل اليوفي وغير اليوفي فرق اوروبيه بس انا الى الان يعني ما اقول عربي طاح ليش ما طاح ما اقول العربي طاح انا لان احنا 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 انا اسمي شنو انا ما يخالف مطلق العازم ادري اسويكم ما لا موسمي خل اقول لك انا ما شفت دموع اسامه حسين يا ابو لا ليش ما اخوي الكبير ما دموع اسامه حسين وماسكينه يبكي على شنو ما يخالف على فوز يعني اسامه يبكي ما يعرف يبكي ليش 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 ما كنا ان الفريق ما دش مربع ذهبي يعني يبكي مثلا ليش ما تقول ان فريق بطل كاس الامير بطل كاس ولي العهد بطل كاس الخرافي يبي يكمل على الدوري طاح من الدوري ما ادش ضمن السته وعلي انت ليش ما تقول طاح العربي حقيقه هذه والله يعني انا رايك واحترمه يعني الامانه يعني راي. انا لا فريق لا. انا انت حيسمح لي انا ممكن دقيقة. اتكلم لا ترى الراي احنا في وجهه نظر لكن هذا مو راي هذا احمد النجار هذا كيكة نادي القادسيه ما يخالف شفته نادي الاهلي لا لا نادي القادسيه نادي الاهلي هذا انت بتقول شوف يعني انت بتغير يا اخوي كبير يا من نحب ونحترم عطني عربي ما يخالف عطني دقيقه انا كلمه دقيقه احنا وصل يا ريت اذا احنا كل كذا الناس اللي قاعده تتصل او قاعده تستفسر خلي يروحون الاتحاد يطلعون القرار سنة 98 99 2000 أنا أحمد النجار تعرف أحمد النجار أحمد النجار أحمد النجار موجود بالاتحاد الرياضي أدري أدري أذكر وأنا كنت عندك كنت أروح على طول عند شتاوة أبو عبد المحسن ما أعرفه أنت تقول أحمد النجار قول لي أسامة حسين مثلا كابتن الفريق إيش أسامة إيه دقوا على أسامة حسين يلا خلي لا أسامة يقول ما طاح الفريق منو أسامة يقولها إيه ومالك القلاف الكلمة وسمها هداف الدوري هم رد قال ما طاح الفريق بس أبو عبد المحسن شو يقول أنا أقول إن
عطني اللائحة ابو عبد المحسن، اللائحة شو تقول؟ ان شاء الله على شغل بقول لك. لا 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 احنا دزوها لنا، لا 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 في لائحة. صار صار دوري درجتين 40 يوم. لا شوف، صار في قسم الاول دمج كل 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 الفرق. ايه ايه زين، بس انه هو اساسا في الـ في الـ في الـ في اللائحة العربي نزل درجة ثانية. ما يخالف كمل. والاتحاد والاتحاد في مجلس الإدارة حقيقة يعني لازم نقولها انه انقذ العربي بـ 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 بالمسابقة. حاب العربي يعني لعب درجة ثانية ولا ما لعب؟ انت لعب نظامين اللي هو الفضي والذهبي اللي سووه. إيه حطوا العربي بالفضي مو بالذهبي. إيه اعتبار انه هو نازل بالذهبي. ست فرق بالذهبي ما لعب يعني؟ لعب فضي بلا، وصار بطل الفضي وبعدين انتقل الى الدوري الدرجة الثانية. بطل دوري الدرجة الثانية؟ اي هو الفضي سموه الفضي، سموه الفضي الفضي مو الدرجة الثانية. هو عدل دوري الفضي مربع ذهبي مربع فضي. يا جماعة العربي طاح الدوري الفضي. اي المهم هو هم خاصين يعني. انا ما ادري، انا العب من ايام ستيفان ابو محسن. لا قبل زوران من ايام زوران. والله العظيم العربي طاح دوري فضي. تبي كذي قول فضي اكو دوري. لا اسمح لي اكو العرب اكو دوري 20 يوم 30 يوم مو ساحل ولا الشباب وصلوا بخاطر. لا مع احترامي لا لا شوف لا شوف مطلق يعني. خلينا ناخذ مثلا قطر، نادي الريان نادي جماهيري من اكبر يعني قاعده جماهير العربي هنا. نزل درجه ثانيه وبعدين صعد وخذ البطوله، خذ الدوري. مو عيب يعني، مو عيب انه اسمه، لكن الصح انك انت تعمل عشان تصير صح، تصير بالمقدمه. مو انك انت تتاخر وما تعمل لفريقك وبعدين. ليش غيرته؟ ليش خليته تصنيف؟ ليش محابه ابو عبد المحسن؟ عبد المحسن للعربي. لا ليش ليش مو تقول الصعيد؟ لا انت قاعد تقول الصعيد. لا صدق والله كلامك. والله محبه والله. شلون محبه وتقول العدل؟ يعني ارضاء للعربي وتاريخ العربي. شلون محبه ولا والله بعد هو يقول رجع يناقض نفسه. لا انت قاعد يعني شنو؟ شوف البطوله، بطوله الذهبي والفضي بس فقط في المرحله هذه كانت بعدين الغيت. يا ابو محسن لا تزعل الناس. ابو محسن اقول عليك ابو محسن والله انت اخوي الكبير. قول طاح دوري فضي تكفى. هو الدوري الفضي صح؟ اوكي طاح دوري الفضي صار بطل الدوري سعود. الناس يقول انزل الناس والله ما بي ما بي ترى طاحت العربي دوري فضي يختفي عن الساحل. طاح بصراحه هذا العربي كيان حريق انجازات، فما الومه انه متحسس منه. مو متحسس انا انا لا دوري فضي دوري فضي طاح دوري فضي. لا يا سيد حتى الزرع اللي شال اسامه ابو عبد المحسن مو عارف شنو. لا احد قاعد اقول لا 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 سوينا محابات في العربي. زين انت وايد كذابين. أسامة حسين رفع الدرع، أسامة حسين كابتن النادي العربي يرفع دوري الفضي. نعم صحيح مكتوب صحيح هذا حصل. أنا موجود صراحة. أعرف دوري دوري درجتين ب 35 يوم. هذا الأمر تكرر. هذا الأمر تكرر أيضا حتى في موضوع نادي الكويت لما نزل درجة ثانية أيضا عمل دوري دمج. لما شطب نادي القادسية شطبت نتائجه. إي بالضبط. أنت كنت موجود؟ إي نعم. أبو عبد المحسن الحين ليش لا لا نادي القادسية ما شارك. شطبت مو شطبت نتائجه ما شارك. نحل الفريق، الفريق يحق له ما يطيح درجة ثانية؟ لا ما ما فيكم فريق ما في درجة ثانية ولا كان دمج اصلا الدوري لكن الفريق انحل خلاص تلقائيا. ليش ما الموسم اللي وراه ليش ما طاح درجة ثانية؟ دوري دمج استمر دمر الدوري لما سويتوا دوري دمج شنو؟ محاباة القادسية؟ ابو سعود ترى كذا موسم هو هو بالعربي خلينا نكون واقعيين صراحة. إذا نزل خيطان ينزل الساحل ينزل فهيل عادي جدا، لكن إذا نزل العربي أو الكويت أو شو اسمه تحصل مصيبة. صارت كذا موسم بسعود راحوا دوري فضي بس سووا بس ما عطوتي ما عطوني اللائحة. شو تقول؟ أنا بعرف اللائحة الحين. شو تقول اللائحة؟ اعتبرني أقول صراحة ولا تقول الاتحاد؟ ها أبو عبد المحسن كان عضو بالاتحاد، عطني اللائحة خلني أرد. تقول لي محاباة العربي ما سووا شيء، سووا دوري دمج. تحت تقول لي لعب درجتين شلون سووا دوري دمج؟ لا انا اعتبره دوري دوري الذهبي والفضي وتحول الى اللائحة. بدايه السنه بدايه الموسم الرياضي هذا الواصل ست فرق مربع ذهبي ثمان فرق مربع فضي والتحقون الى دوري يعني دوري ممتاز. هو بدل دوري ممتاز بعدين راح بدل دوري ممتاز. انا موجود اللائحة يا بعدين غير انا بدك مسابقات احنا غلطانين خلاص سابقا
هو شوف بس انا ابي الجرايد هذولا اللي يكذبوا وما عندهم مصداقيه ها اسامه حسين يرفع درع دوري الدرجه الثانيه شنو هذولا لا لا مو الدرجه الثانيه دوري الفضي دوري الفضي الدرجه الاولى ما يحب طيب خل ما يحبون العربي ما يحبون العربي لا بس مو كل الجرايد ما يحبون انا الحين ما ادري انا كنت موجود انا اداري الفريق انا هذه اللائحه موجوده وقلت حق عبد المحسن عطني لائحه خل اشوف شنو تغير زين خلنا بس دزيته لا دزيته لائحه من بدايه الموسم مجلس اداره قرر وضع نظام مسابقه ذهبي وفضي هذا كان باعتبار ان العربي في فئه الفضي سموها ذهبي وفضي خلاص طاح دوري فضي خلنا فيصل ابو عباس يقول التشاوريه تساوي فرعيه والتصنيف يساوي درجه ثانيه يعني ما قلت يا ابو عباس الا فرعيه الله يهدي ترى احنا مدمنين يا اخوانك تشاوريه مو فرعيه سلم عليك سلم عليك سلم عليك اخوي علي صبحك الله بالخير اخوي علي الو هلا اخوي علي الو هلا اخوي علي تفضل سعيد عقيل وياك عقيل اسف تفضل اخوي عقيل تفضل اسف وسعيد بغيتك تكلم الاخ مطلق قول له نادي الساحل 2011 وين كان بالعاب القوه واليوم وين كان بالعاب القوه هل حاسبت عضو مجلس الاداره ومدير الفريق شنو صار عقيل مدير العاب القوه في نادي الساحل سابقا هو كان اداري يعني 42 نقطه يا اخوي مطلق اليوم اربع نقاط هل حاسبت مدير اللعبه هل حاسبت عضو مجلس الاداره اللي هي مدير اللعبه وشال الناس اللي عملت الفريق وهذا اسال ابو محسن يقول لك منو عقيل وشنو عمل بالعاب القوه اعرفك اعرفك لما كنت اتمرن اشوفك توقف وياهم وانت كنت اداري العاب القوه ب والله قديم بعد يا اخوي عقيل انا كنت صغير وانت شايف لا اقول لك حرام لما نادي عملناه من 97 ل 2012 يجي له عضو مجلس اداره يجيب واحد يصير يحطه مدير ينتهي الفريق اليوم والله بكيفان منو المدير منو المدير منو المدير المدير انت عارفه ولد عمه ما شرف مدير لعبه منو مدير لعبه ولد عمه هو مدير لعبه يقول ولد عمي انا لا لا ولد عم مدير ولد عم ابو مسدار اللي بيعرف العاب القوه ولد عمه المدير اي منو قوله يا اخوي عقيل قوله عطنا الاسم عقيل عطنا الاسم من تقصد عضو مجلس الاداره اللي قام باللعبه جابر المري زين واللي قلب مدير اللعبه محمد مسفر حمد عرفت الرجل ما ادري الاداره طيب. اعطته مشكور 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 اخوي عقيل اخوي خالد صباحك الله بالخير الو السلام عليكم سيد السلام ورحمه الله وبركاته اصب عليك واصب على التبات اللي عندك حياك الله بسعيد اول مره اشوف الشيخ طلال بحاله حزن خلال ندوه لمتى الحرب على الشيخ طلال والله احنا كجمهور نختلف مع الشيخ طلال ونختلف باشياء واجد بس ما نقل ادبنا ما نحقد ما نطلع بالقنوات الخليجيه موجهين ضد شيوخنا اقسم بالله العظيم اني ما اعرف الشيخ طلال الا من خلال الاعلام والبرامج ولكن يشرفنا ككويتيين ان ولد الشهيد فهد الاحمد وسعيد قاعد تصير حرب ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى اللي قاعد يصير كله بصوب وامور الرياضه يعني خاص والله العظيم قاعد نتكلم مني باكر يعني ما اقول الا الله يسامح الجميع ان شاء الله مشكور يا ابو سعيد مشكور مشكور انا قاعد ادور اي والله احد الاخوان كاتب تغريده قبل لا اروح حق الفاصل يقول تصدق الحرب العالميه الاولى استمرت 4 سنوات والثانيه استمرت 6 سنوات والحرب العالميه الرياضيه الكويتيه صار لها 9 سنوات والله ما ادري شو والله هو بسويت شوف هو البدايه يعني من بدايه تسلم نعم. الشيخ طلال رئاسه الاتحاد يعني كنت انا وياهم في اليمن لما حصل الفريق على بطوله الخليج نعم. صراحه كلنا كنا فرحانين طلع البعض سواء في الصحف او في تصاريح اخرى انه والله هذا مو انجاز يعني لا. البطوله ضعيفه وانه مو انجاز حصولنا على الكاس الخليج اعتقد انه كانت بدايه لمحاربه الشيخ طلال طيب تأكيد يعني احد الاخوان اخوي العزيز الراشد الخال يصبح عليه بالخير وعزي ايضا بوفاه قريبهم يقول اتحاد الكرة لم يفشل أول سنة بطولة غرب آسيا ودورة الخليج باليمن لم يروق لهم الشيخ طلال فهد إداري من طراز نادر صبح عليه بالخير
وأعزيكم مرة أخرى. بروح حق فاصل وبعد ذلك نعود. حياكم الله ويانا. قبل لا نروح حق نستمع لحديث الشيخ طلال في الجزء الثاني، ابو محمد تبي ترد على اخونا عقيل؟ اي يا اخوي عقيل، اول شيء هو اداري يعني سابق عندنا نادي الساحل في العاب القوه، ورجل اشتغل واجتهد الله يعطيه العافيه. لكن بالنسبه لالعاب القوه انا اعتقد انه في يعني في نزول شوي يعني عن سابق عهده كلعبه. لكن بالنسبه للشخص حمد المري من افضل الاداريين، ورجل استلم حتى الرئاسه في اللجنة رجل محترم، ورجل يعني متوافق ويا الجميع، ورجل يشتغل الامانه. والاخ جابر المري يعني صاحبي عضو مجلس اداره، طلعهم كم معسكر طلعوا العاب القوه، كذا معسكر طلعوا، والرجل يجتهد. لكن لكل مجتهد النصيب. طيب لكن هل اللعبه فيها دروب؟ لا فيها لكن ان شاء الله. طيب حمد المري وجابر واحنا كنا راح نشتغل على العاب القوه ونرجعها كسابق عهده. ننتقل نستمع لجزء ثاني من حوار الشيخ طلال في هذه الندوة. يا اخوان، بالنسبة للإيقاف الحالي ترى ما كسر ولا هي بيضة ولا الدياية قبل. انا بسأل سؤال، كل الكويت تدري ان الإيقاف لأن في قوانين كويتية تم، شوف خلنا نكون واضح، تم تفعيلها، قوانين كويتية تم تفعيلها، كلكم تدرون ولا لا؟ واضح؟ لغاف يانا قبل لا يصدر القانون وتفعيله، ولا يانا بعد ما صدر القانون وتفعيله؟ يانا بعد ما صدر القانون وتفعيله. إذن شنو سبب لغاف؟ تفعيل القانون اللي تم اصداره. ترى مو سبب لإيقاف اصدار القانون، خلنا نكون واضح يا اخوان، ماكو منظمه في العالم تمنعك من اصدار قوانينك المحليه، ما في احد يقدر. ولن نقبل ان احد يتدخل يقول لك ممنوع ومو ممنوع انك تصدر قانون. واضح الحكي؟ من لن نقبل ان احد يقول ممنوع تصدر قانون. اصدر قانون اللي تبيه، هذه سيادة الدولة، والدولة أكيد تحكمها مؤسسات ودستور وغيره وغيره. لكن في حال تنفيذ قانون يخالف ميثاق أولمبي وأنظمة أساسية، تأتي هذه المنظمات اللي أنت طلبت الانضمام إليها بعد تعهدك باحترام أنظمتها الأساسية، تيجي تقول لك يبا هذا اللي عندك يخالف 1 2 3، نفذت بوقفك، ما تنفذ ما وقفك. عشان كذي تلقى في دول، كل دول العالم في قوانين رياضية، إلا أمريكا ترى فقط ما عندها قانون رياضي. كل دول العالم فيها قوانين رياضية لكنها لم تفعل، خاصة اللي فيها مخالفة للميثاق الأولمبي وأنظمة الأساسية للاتحاد الدولي. لما جانا إيقاف الاتحاد الدولي ايش كتب؟ قال بناء على كتاب اللجنة الأولمبية الدولية ولمخالفة القوانين الكويتية للنظام الأساسي مادة رقم كذا ورقم كذا. فإذا أنت اليوم تتكلم أن لأن في قانون جانا إيقاف، يا أخي وقف القانون، ما قلت لك الغي، اللجنة الأولمبية الدولية قالت لك وقف التنفيذ، إذا نفذته راح يجيك إيقاف. الناس نفذت ياها الإيقاف، طيب أنا إيش دخلني؟ ولا أبو فهد إيش دخله؟ راح آخذ رأي الإخوان في جزئية الإيقاف، لكن معنا اتصال من المملكة العربية السعودية الشقيقة معنا من أخرى أخونا العزيز والإعلامي ضيف الله الصقر وهو أهلاوي أيضا، نبارك له الفوز، حاب يدخل ويانا في مداخلة. حياك الله يا أخونا العزيز وزميلنا العزيز ضيف الله.
ونبارك لك. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير استاذ عبد العزيز، وصباح الخير لضيوفك، وصباح الخير لاهل الكويت كلها طال عمرك. صباحنا لاهل السعوديه كلهم. يطول لي عمرك اخوي عبد العزيز، يطول عمرك. طبعا اعتقد انه ليله خضراء في المملكه العربيه السعوديه اخوي عبد العزيز، يكسوها شعار النادي الاهلي البطل لدوري عبد اللطيف جميل. هي المقولة صحيحة، جدة كذا أهلي وبحر. جدة كذا أهلي وبحر، نعم. بل الآن صار جدة كذا أهلي ودوري. تعرف البطولة اللي يعني صارت كثير على الفريق الأهلاوي، الفريق البطل الذي يذكر بنجوم كثير قد سوى المنتخبات السنية والمنتخبات الأولى من زمن طويل جدا. يعني اللي تابع المنتخب السعودي اخوي عبد العزيز يعني ويجد في خارطه المنتخبات السعوديه وتحديدا المنتخب الاول يجد من يمثله من 5 إلى 6 لاعبين من الاهلي، لابد ان يكون لديها السؤال العريض انه هذه النجوم اللي موجودين في المنتخب الاول لماذا الاهلي يغيب عن بطوله الدوري تحديدا، وهي البطوله الواجهه الحقيقيه للرياضه بشكل عام في اي دوله. نعم. يعني إذا بتسحب على عبد الجواد إلى عبد الله سليمان عندما كان في الأهلي، إلى شلية، إلى حسين عبد الغني، إلى خالد مسعد، إلى أسماء كثيرة جدا يعني مثلت النادي الأهلي ومثلت المنتخب لأنها يعني ما حققت مع الأهلي بطولة. نعم. من 2011 عبد العزيز، يعني يمكن ما باخذ وقتك كثير، لكن من 2011 الأهلي كان قريب من الدوري. وفي معلومة إنه في كانت في خطة خمسية كان يضعها رمز الاهلي والعضو الشرف صاحب سمو الملك الامير خالد بن عبد الله، انه هناك خطه انه يكون بعد 5 سنوات لابد ان الاهلي يحقق يعني بطوله الدوري. يعني كان في تغيير جذري في تشكيله الفريق، اسماء كثيره رحلت من الاهلي، اسماء جديده صعدت، اسماء كثيره تقدمت، الى انه وصل الى العام الماضي كان منافس كبير جدا للنصر. نعم. السنة هذه تصدر واستطاع أن يحقق بطولة الدوري، وهذه يعني يرجع الجهود إلى الإدارة وأيضا إلى الإدارة السابقة بقيادة الأمير فهد بن خالد، الإدارة الحالية وأيضا. نعم. الأمير خالد بن عبد الله. تستاهلون أخوي ضيف الله، وتحياتنا لك ونبارك لك، وبانتظار إن شاء الله الفرحة باستلام الكأس الدوري، وتستاهلون، وبانتظار ما سيفعل الأهلي في مباراة القمة بالكأس، كأس الخادم الحرمين، في الدور قبل النهاية أمام الهلال. نرجع للإيقاف بماجد، من يتحمل الإيقاف وكيف سنرفع الإيقاف؟ والله إذا صفت النفوس، يعني بمعنى أن حنا الحقيقة الآن صارنا فترة بيئتنا غير صحية، بمعنى أنه أصبحت الحركة الرياضية بين مطرقة وسندان، بين مطرقة اللجنة وسندان المجلس الأمة، بأمانة أقولها بكل صراحة. زين، أنت تقول إذا صفت النفوس، مش علي يقول واضح، كلامه واضح، يقول إذا الحكومة جمدت موضوع القوانين. أنا أقول لك المجلس الأمة، إيش قاعد أقول لك أنا الحين، المجلس الأمة هو الشرارة الأولى اللي بدت فيها الحقيقة الإيقاف 5/2007، والكل يعرف 5/2007 أول ما صدر القرار كان القوانين معروفة دائما تكون مجردة، ما يجوز أنها تكون مفصل على ناس معينين أو ضد ناس معينين، ما يجوز أبدا، هذا قاعدة قانونية. يفترض التشريع دائما ينظر بعموميات شمولية، ما يجوز ان ينظر والله عشان شخص معين نحط قوانين معينة. جاينا نفس الشيء 26، هم خطأ ثاني، نسف قوانين قديمة، وبالتالي هي البداية من مجلس الأمة والنهاية في مجلس الأمة. إذا شالوا يدهم مجلس الأمة من العبث في الحركة الرياضية، أنا أعتقد وعلى يقين بأن الرياضيين والقادة الرياضيين في الكويت فيهم حكماء حتى في الهيئة العامة للشباب والرياضة راح يلوم مشاكل. يعني شباب اعضاء مجلس الامه، انا مقتنع رياضيين اعضاء مجلس الامه، والله حتى رياضيين، ولكن عبد الله طريجي، نعم، فيصل الشاي، يعني نعم، اسماء كلها شخصيات لها فكر رياضي، نعم، نحترمهم. هي المتسببه بالايقاف، انا اعتقد انه هي المسببه، مو باشخاصهم، انا اتكلم على اللجنه الرياضيه، نعم، اللجنه الرياضيه ومجلس الامه بشكل عام. نعم. ابو عبد المحسن، انا شوف، انا اقول لك يعني دائما الازمات الرياضيه اللي صدرت خلال الفتره اللي طافت دائما مصدرها مجلس الامه، وبالذات لجنه الشباب والرياضه، ولكن هناك ايضا اسباب اخرى. الحركه الرياضيه الان اصبحت كثيره الرؤساء، كثيره وزير للشباب ورئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، مدير الهيئه العامه للرياضه، لجنه الشباب والرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه، كثره الرؤوس
ما تصل إلى نتيجة. القيادة في كل أنحاء العالم هي اللجنة الأولمبية التي تدير الرياضة. إنما أنا كلجنة شباب الرياضة بصدر قوانين وبقعد أتابعها كأني أنا الوصي على الرياضة، أو أيضا وزير الشباب كما هو. هناك منطق واضح ومعلوم في الحركة الرياضية بأن السياسة سواء وزير شباب أو رئيس هيئة لا يمكن يكون طرف في 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 طيب. في شؤون رياضية. برجع حق أبو ماجد بس طبعا. أنت حمل مجلس الأمة، الحكومة اللي أصدرت القوانين مو مجلس الأمة، ليش تحمل مجلس الأمة؟ لا، القوانين إذا أصدرت مجلس الأمة هي بصدر وين؟ هي العامة شباب الرياضة، وبالتالي هو المطبخ يكون لها العامة شباب الرياضة. المشكلة أن الاقتراحات هذه تجي من هاي العام شباب رياضة. لو تسأل أنت واحد منهم تقول هل أنت مقتنع؟ يقول لك أنا خاصة رياضي منهم، يقول أنا غير مقتنع، ولكن هذا رأي الحكومة. رأي بالتالي قانون اللي عليه مشكلة صدر مرسوم ضرورة من 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 اللي هو 26، لكن قبله واحد ثاني مثل كان. لا لا لا، مال نعم. الإيقاف الأخير هذا الأخير الأخير خلاص. أنا قلت لك هي بداية 5/7 26/12 وبدأت تنحل جميع القرارات هذه. أنا أعتقد إحنا نفقد الحقيقة إذا سمح لي، نفقد الحقيقة الأمانة. يعني كل دول العالم اذا اردت ان يكون هناك اداره احترافيه لابد يكون شيء اسمه اداره ازمات. تخيل الحركه الرياضيه الان صارت في ازمه لمده حوالي 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، ما في حد فكر في اداره الازمات. هنا في ناس متخصصين، انا اعتب على قائمين على الحركه الرياضيه حكوميين او رياضيين في الحقل الرياضي كلهم في الصراع. المفروض انت رياضيين يسوون يسوون لجنه اداره ازمات، عندهم خبراء ما شاء الله موجودين، ما بيدهم القرار ماشي انت تحلها. ازمات الرياضيين قالوا وقف القانون ايه. ما راح ترد عليهم اذا مرجعها مجلس الامه بالتدخل السياسي. انا اعتبر مسعود هو يعني خلينا احنا واضحين، اذا نبي نحل المشكله الرياضيه يجب ان تكون عن طريق الرياض الاتحادات والانديه واللجنه الاولمبيه. الحكومه سواء وضعت قانون، وزاره الشباب او مجلس الامه وضع قانون، تضع القانون وبعدين تترك الرياضيين عملية تنفيذه وعملية انه ماذا يتوافق مع الاتحاد الدولي. احنا الان كرياضيين يا ابو سعود من ننتمي له؟ ننتمي الى حركة اولمبية دولية نعم. لها مواثيق، لها قوانين، نفس ما ذكر الشيخ طلال. احنا لا يمكن احنا نتجاوزها ونقول والله احنا نتبع قوانين محلية. قوانين محلية نعم تصدرها الدولة، لكن يجب ان تتوافق مع القوانين الدولية. طيب. بو عبد الله من يتحمل الإيقاف؟ انا قاعد اقول طول ما في اطراف متنازعة ما في يعني حل، خلاص ما دام في طرفين ما راح نشوف حل رياضي. انت تؤيد كلام ابو ماجد تصفيه النفوس هو الحل؟ نعم اهم شيء وتصفيه. طيب اخونا خالد داز تغريده يقول ما قريتها لان فيها انتقاد للشيخ طلال. لا بالعكس، احنا نقرا كل التغريدات يا اخوي خالد وما عندنا اي مشكله، المجال مفتوح، اللي بينتقد الشيخ طلال بيمدح الشيخ طلال حياه الله. عفوا بس التغيير اللي ما قلته، انا ما اقول يعني انه هو الاساس، انا قاعد اقول لك التشريعات. نعم. تشريعات هي الأساس. طيب. لا شك أن نفوس اللي قاعد تسوي تشريعات نفوسها ما هي طيبة على طرف مثلا من أطراف الرياضة. كلام مو صحيح، أنا ما أقبل الحقيقة أن مجلس الأمة يشرع، ولكن ما يشرع بطريقة الحقيقة موجهة وفق هوا. هذا ما يجوز أبدا. أنا وجهة نظري أن يعني احنا بحاجة أعضاء مجلس الأمة نعم. شخصانية نعم. أنا أعتبر القرارات اللي طلعت قوانين الرياضيين أغلب الحقيقة ما هي قوانين يعني متوافقة مع المنطق الحقيقة. هذا رأيك، وإحنا المجال مفتوح لإخوان في أعضاء لجنة الشباب الرياضة تحديدا اللي يرى في عملهم. طبعا اخونا ابو ماجد عملهم الاشخاص انا متوافق وياه. وانت هذا رايك المجال لهم. اذا برد الاخ عبد الله معيوف المجال مفتوح، الاخ عبد الله طريجي المجال مفتوح، الاخ اعتقد فيصل الشايع عضو في لجنه الشباب الرياضه المجال مفتوح، حتى الاخ جمال العمر يمكن اعتقد المجال لهم مفتوح اذا بيردون على هالنقطه. اخونا خالد يقول رئيس الاتحاد كل مره يحط عذر انه ماكو دعم من الهيئه والحكومه، حفظنا اسطوانته بكل اخفاق، خلاص ماكو دعم، خل مجال حق غيرك ينجز. هذه اللي يقوله حقه طبعا ينتقد، لكن اللي يقوله قمه الشخصانيه. لا اذا وقت بقول لك لا مو ورايه زين اذا ترك وجاء شخص ثاني يعطونه المقصود هو في رياضيين قاعد يقول يا شيخ طلال مدام انت ما يدعمونك لشخصك وخر عشان يجي غيرك ويدعمونك. ها مو شيخ طلال مو ابن البلد يا ابو سعود، اللي قاعد يصير قمه الشخصانيه. صحيح. قمه الحق. اخونا جساس الرشيدي انا برد على سالفه لا الهيئة. بس اوكي بس جساس الرشيدي يقول هل حل الرياضه باستقاله الشيخ طلال فهد؟ لا ها الطرف الثاني يقول يوخر الشيخ طلال ندعم بما معناه، وهم ما قالوا تصريحا لكن تلميحا قالوا هذا يعني هذا حل الرياضه؟ لا هل يستقيل الشيخ طلال؟ ايضا هذا من ناحيتنا احنا ايضا
انه بعد انه الاطراف الاخرى بعد تبتعد عن الرياضه يكون هناك حل افضل. طيب شنو ردك على انا على الهيئه؟ انا اقصد الهيئه هي المفترض فيها تكون مطبخ انها تقترح على مجلس الامه مثلا احنا يا جماعه نبي هالتشريع نشوف ان هذا الاصلح. انا اعتقد سنوات الهيئه اللي طافت هذه كلها ولا اصدروا شيء ولا قالوا نبي هالامر وهذا ما نبي، ما قالوا، كله تجي التشريع من مجلس الامه، والمفترض العكس، الاقتراحات تجي من الهيئه العامه للشباب والرياضه والمستشارين. هذا الكلام لا يقول لك ان الهيئه صارت وصيه على الرياضه، مستشارينهم صح صارت وصيه على الرياضه، هيئه الشباب والرياضه في مجلس الامه صارت وصيه على الرياضه، مش المجلس، مش الهيئه، لان كل القوانين والقرارات وفق يعني رايهم هم. لكن مستشارينهم شاطرين بشيء واحد ابو سعود، لما يجون يقعدون عندي حتى بالاحتراف الجزئي قالوا يا ليت والله تجمعون عشان تشيلون الاتحاد، يبون فزعتهم ما يعني للاسف يعني ناس مستشارين قاعد تشتغل على احتراف جزئي تجتمع ويانا تقول يا ليت والله اجتماعكم هذا على اتحاد الكره، شكو اتحاد الكره؟ فهذه قمه الشخصانيه اللي قاعد نشوفها. طيب لا والله في شخصانيه وفي حرب وفي حقد وحتى اعضاء مجلس اللي ذكرتهم مع احترام التقدير قمه الشخصانيه عندهم. لا لا هذا رايك، هذا رايك انا قلت قبل واقولها واعيدها، يردون يردون نحترمهم باشخاصهم لكن بعملهم لا والله قمه الشخصانيه وفق هواهم يصغون القوانين. شوف ابو طيب سعود بروح حق فاصل لا بس نقطه واحده بس. شوف احنا لما نتكلم عن اعضاء مجلس الامه الحاليين رئيس سواء لجنه الشباب والرياضه او الهيئه او حتى وزير الشباب، احنا نتكلم ما نتكلم عن على الشخص إيه لا عمل كعمل يعني عبد الله معيوف انا تعاملت وياه كاداري في 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 منتخب الكويت ونعم فيه يعني في وياه اشخاص ما له شغل فيه. احنا نتكلم عن الان ادارته للحركه الرياضيه عن طريق الازمه الرياضيه هذه، كانوا يعني زادوا الازمه وزادوا البعد. طيب. يعني في 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 القوانين. ومحمد العتيبي وبرايك بعد الفاصل ابو ماجد يقول ابو ماجد رايك وطرحك رائع لكن الله يعينك من الان نادي برقان في راي الاخرين من ضمن التكتل لانك خالفتهم فكريا. راح اترك لك المجال ترد بعد الفاصل. حياكم الله ويانا اخونا العزيز ومدربنا الوطني الخلوق صراحه نواف الكندري يقول ضيوفك يعني نعزهم ونقدرهم وثقال في مراكزهم، ما يصير يقولون طاح درجه ثانيه، يا نزل يا هبط. يعني نزل الى لا يقول كلمه طاح مو حلوه، نزل يعني الى الدوري الفضي يعني لا هو كلمه طاح لا هي شوف كلمة طاح هذه دارجة عندك عند هو مشكلته اخونا نواف وايد حريص على لا لا يعني هي دارجة يقول مرة يعني طاح لين الساحل ما فيها مشكلة انت الحين اذا تمشي اذا تمشي اسمع اذا تمشي واقولها بالعازمي وخذعت شنو هذا؟ طحت ولا ما طحت؟ هذا طاح شيء هو المشكلة يقول شلون تقول رايح حق قط اخوي ولا قط ولدي ولا كنادره ما اقدر عليه بسعود نزل الى الدوري دقيقه الله يخليك عطني تاريخ رياضه الكويتيه من تاسست الرياضه الى اليوم هذا دوري الممتاز العربي مو موجود عطني وانا اقول لك العربي طيب عبد الله لا 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 انت عطني عطني لا 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 بعطيك انت جاي انت شوف اسمح لي جاي تبي العربي من وانا انت والله والله قاعد يقول لي تبي العربي طاح العربي تكوك العربي يا اخي العربي تاريخ انت اسمع لي لا يمكن انت ترى واحد مثلي ترى انا احترم ناديك احترم ناديك ترى اقولها لك انا لا يمكن واحد مثلي او اي شخص ينتقص من انجازات وعراقه النادي العربي انا قاعد اقول اعطوني اعطوني موسم العربي ما لعب ترى كان يبون العربي بدوره الرضان 95 كان يختارني اللي مسؤول عليه حسين اسمه كان يقول لي بس ما رحت بس بقول لك شغله انت ابو عبد الله دائما متسند وتسولف عن ايقاف الرياضه كذي لما نقول العربي طاح تسوي كذي ما طاح يعني حتى سالفة نزل عندك اهم من ايقاف الكرة الكويتية يعني الايقاف انا برد الايقاف لا لا هو اذا 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 الحكومة مي قادرة اذا مجلس الامة مو قادر انا رد الايقاف جمال الكاظمي انت تكفى رد الايقاف المتحدث الرسمي باسم النادي العربي اشكرك كل الجرايد حتى الوسيط قالوا نزل العربي الا هو يقول لا
انا قاعد اقول لك عطني انت عطني 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 دوري دوري العربي عطني دوري لعبت من غير نادي العربي دوري ممتاز يبا نادي العربي نادي العربي اضافه لا صار ذهبي المراد هم قال لي اضافه عطني انت موسم بدون عربي لعب دوري ممتاز والله لا لا واللي تبي اسوي لك اياه اقول لك طاح لا لا ما لعب بالدوري الذهبي لا الدوري الفضي لعب ما لعب دوري ذهبي دمج لعب دوري دمج وعبد المحسن لا ذهبي ولا لعب دوري ذهبي ولا فضي التمهيدي لا 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 ابو محمد انت جاي ضد العربي جاي ضد العربي لا تكلم ضد يعني يا مشحون ضد العربي العربي وقادسيه بيدروا عني اذا انا ضدهم والله بس جاي مشحون ضد عبد الله جاي مشحون ضد عبد الله عندي نصيحه والله العظيم مجلس اداره نادي العربي وانت اولهم لا بد من رفع قضيه على جميع الجرائد الكويتيه لانهم اتهموا العربي زورا والله تستحق انت رئيس نادي الساحل على كلامك رئيس نادي الساحل والله تحكي عن نادي تاريخ انت قاعد تستهزئ قاعد تستهزئ النادي العربي قاعد تستهزئ ترى انت ما رحت نادي كبير ترى احترامي واحترامي لناديك لا لا حش لا نادي العربي لا تحكي انت الى ما اجرك انت جاي تبي نادي العربي ما ادري واحد جاي لك توصيه على العربي والله ماني عارف يعني ليش ابو عبد المحسن ليش ماجد الا انت بالذات لا طاح لا تكوكس لا زلة لا ولا ولا ما يصير يا اخي لا بعد انت خليك بناديك خليك بناديك انت على سمعة اتمنى اجي ربع نادي عربي اتمنى طيب نادي العربي لا تزعل ابو عبد الله اول مره يطلع ويانا بالتلفزيون يا عشان نعدلها العربي نزل ما نزل فضي. ما نزل العربي حتى الفضي حتى الدوري ما راح ما صعد ما راح ما صعد الجرايد كذابين ما لي شغل جايد انا كنت بالمعش اخي شوك بجا انت بكيفك بتخلي كيفك بعد والله انت تبي خلاص بس تبي عربي يا عيال ادار الفريق يا ابو محمد كان ادار الفريق بهالفتره اه لا لا كان مدير الفريق هي المره الوحيده اللي نزل فيها الدوري الفضي كنت اداريهم انت ما تبي هذه لا 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 حبيبي انا محقق بالموسم عندي بطولات الحمد لله نعم يا ابو عبد الله والله ابو ماجد ردك على الاخ ابو محمد العتيبي حقيقه اشكر الاخ ابو محمد العتيبي على طرح الحقيقه السؤال هذا اللي بالفعل جاء في وقته ثقافة الاختلاف عندنا الحقيقة خاصة في الحركة الرياضية للأسف وصلت إلى مرحلة إذا أنت مقتنع من أمر معين لازم يتم تصنيفك لجهة معينة دوري تصنيف شو معنى الفترة اللي طافت قاعد نقول مثلا أمر معين لصالح الهيئة وحنا مقتنعين والله ما حد ضغط علينا زين أقول لك أول نادي بدون قبل ما يصير في اي ضغوط مثل ما قالنا في ضغوط كذا اول نادي من نفسه في على المكشوف قبل الانديه هذا كله كان عندنا قناعه وقلنا ها في نادي الكويت وبالتالي بالفعل التزمنا فيها لحد الان ما استلم شيء ها لحد الان ها انت اول نادي وقع العقود ولا استلم ولا استلم شيء طيب الان بالنسبه لكلام الاخ ابو محمد طبعا اقولها بكل صراحه رايي راح اقوله هو يمثل راي اسمه نادي برقان الرياضي احنا مستقلين للجميع حق إبداء الرأي ولنا حق الاقتناع بالرأي من عدمه لنا حق نقول رأينا في أي جهة وأنا أقول كذا بكل صراحة الإيقاف والأزمة الرياضية لا يمكن تحل إلا بالإدارة الاحترافية بيئة لابد أن يكون فيها ثلاث مرتكزات بيئة قانونية تشريعية مناسبة موارد مالية مناسبة وإدارة احترافية غير ذلك ما لا يمكن أبدا عبد المحسن تساوي نعم تساوي تعلن انك تساوي مو ما تشجع الساحل لا يا شوف الساحل شوف احنا جبلنا يعني من كنا يعني بالستينات نتكلم زين في ناديين قادسيه والعربي صح زين انا انت بنادي الساحل منذ الطفوله لكن لا يمكن ان اكون يعني مو مع القادسيه لا مع القادسيه يعني لما كنت بالاتحاد كنت في قرارات تتخذها لا لا, لا 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 انا شوف هذا حسين موجود ها الحمد لله يعني عشان نرد على كلامك انا بالعكس انا والله حتى نادينا لما كان عضو الاتحاد ما كان يحابينا كنت في عملي في لجنه المسابقات يعني قراراتي كلها تنبع عن عمل احترافي ما في اي تاثير لا لانتمائي لا لنادي الساحل لا قبل نعم القادسيه ولا القادسيه قد يكون هو بعد هو مشرف كنت فريق الاول فعلا ابو سعود لعلمك بقول لك شغله ثانيه انه لا زالت الان علاقتي مع نادي كاظمه ونادي الكويت ونادي العربي زينه ليش؟ لانه ما كنت اظلم احد. طيب انا بروح حق جزء ثالث ايضا وكان ودنا نحط
اجزاء كثيره من كلام الشيخ طلال صراحه، بس في تغريده بقراها قبل لا نشوف الجزء الاخير. خالد القبندي يقول لم تكن مع جهه فسوف يتهمونك بانك بصف الجهه الاخرى، هذا تفكير البعض للاسف مثل ما قال ابو محمد. خلينا نروح للجزء اخر ايضا من حديث بعض ما ذكر الشيخ طلال في ندوه الرياضه للجميع. بس ترى ما استرسلنا في موضوع. زين بسأل سؤال، يعني احنا نمون على الناس هذه كلها، دول العالم هذا كله احنا نمون عليه؟ زي الأمم المتحدة احنا بعد نمون عليها ولا نحن قوة فيها؟ مجال أمين العام مساعد للأمم المتحدة لشؤون الرياضة والشباب وقعد في الكويت وحاول انه يوفق بين دولة الحكومة وبين اللجنة الدولية وراح، بعد احنا متدخلين في هذا الموضوع وبالاخير الباب تسكر، باب المفاوضات. اذا احنا ايش دخل انت؟ المشكلة انك لما تدور الناطور انت ما تبي العنب، الناطور بعيد عن شواربك. فالمشكلة انه لما انت تدور الناطور، هذه المشكلة. فاليوم انت تيجي تكلمني تقول لي فلان متسبب، انا بعطيكم شغله وهذه ما قلتها من قبل. تدرون ان في 12 اكتوبر اللجنه الاولمبيه الدوليه، او اسف، الهيئه طلبت من اللجنه الاولمبيه الكويتيه ان نعمل لقاء مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، ورسلنا اللجنه الاولمبيه الدوليه نطلب اللقاء، وجت اللجنه الاولمبيه الدوليه حددت يوم 12 اكتوبر في لوزان، ورحنا وفد من الحكومه ووفد من اللجنه الاولمبيه الكويتيه وقعدنا في الاجتماع مع اللجنه الاولمبيه الدوليه. تتذكرون القصه؟ تخيلوا في الاجتماع شنو يطلب الوفد الحكومي؟ تخيلوا يعني شنو ممكن يطلب؟ قال انا مستعد اقعد اتفاوض وياكم في شرط واحد، عدم وجود اللجنه الاولمبيه الكويتيه. فرد عليه رئيس الوفد قال له، او رئيس الجلسه قال له، اذا اللجنه الاولمبيه الكويتيه غير موجوده فانت كطرف حكومي غير موجود، احنا ما نقعد معاك الا موافقتهم، هم اللي يمثلوننا داخل الدوله. وهذا يا اخوان انا بعطيكم شغله، ترى يمكن هذا من الثقافه العامه، ترى لو انا يعني او اي شخص بالرياضه عنده منصب دولي خارج الكويت، ترى هو لا يمثل الكويت في الخارج، وإنما يمثل المنظمة في الكويت. تبي تضيف شيء؟ ترى عندنا دقائق قليلة أبو محمد. أبو عبد المحسن. نعم، أنا بتكلم يعني الشيخ طلال يعني تطرق الأمور كثيرة يعني، وأنا يعني سعيد في البداية أنه يكون هناك شخص يمثل الرياضة الكويتية واللجنة الأولمبية الكويتية، رجل قوي يجابه المشاكل اللي تعاني منها الرياضة الكويتية. لو كان شخص غير الشيخ طلال كنا يعني راح ندخل في نفق عميق، لكن الحمد لله أنه وجود شخص مثل الشيخ طلال في قمة الهرم الرياضي كلجنة أولمبية يجابه التدخلات الحكومية والقوانين المخالفة للقوانين الدولية. لاحظ يا ابو سعود، احنا عندنا مشكله في الجهه الحكوميه انه ما عندهم فهم للقوانين الدوليه. لا عندهم، لا 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 عندهم لا دكتور يوم. محمد الفيلي، دكتور صقر الملا، عندهم لو عندهم ما يقول لو كان عندهم يا ابو سعود عندهم. يا ابو سعود يقول يا ابو سعود خلنا نكمل المعلومه، في حوار يبون لا 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 ما يبون اللجنه الاولمبيه تعرفها مثلا. شوف يا ابو سعود حقهم، لا شوف يا ابو سعود بشكل سريع، ابو عبد المحسن انا بعطي الاخوان، انا صريح، انا بتكلم بس كل صراحه بشكل سريع مو صراحه. اوكي سريع، الجهه الحكوميه قبل هذا، الجهه الحكوميه حاضر تبي حلول دوليه تتوافق مع رايها، مش العكس. ان احنا كرياضيين، الشيخ طلال، الانديه، الاتحادات، تبي القوانين التي تتوافق مع الجهات الدوليه، العكس هو قاعد يحاولون فيه الجهه الحكوميه، سواء لجنه الشباب والرياضه او الهيئه. احنا نتكلم عن
يعني اذا اختلفنا ابو سعود، انا اختلفت انا مثلا كلجنه اولمبيه او اتحاد او نادي، اختلفت مع شخص أوكي. حكومي، منو المرجعيه لنا اللي يفصل بيننا؟ منو؟ لجنه اولمبيه. ليلة الأولمبية ايضا بجهتنا مع الجهه الحكوميه اختلفنا، منو نرجع لمنو؟ نرجع للمنظمات الدوليه. طبعا لجنه اولمبيه الدوليه. هذا هو. اذا الان ليش احنا ما يكون حل مشاكلنا ان نضعها عند اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ اوكي ابو محمد. ابو سعود بشكل سريع المساله باختصار، طبق قوانين مع المنظومه الدوليه وفك نفسك. دليل الشخصانيه بالتعامل والحقد مثل ما قال، لما قالوا حق رئيس الجلسه يطلعون، احنا ما يصير يطلع اول ما رايهم في امور يمكن ما يبون. هذا انا اتكلم عن الجهل، هذا اتكلم عن الجهل. واحد يقول لك وجهه نظر ان العربي ما طاح درجه ثانيه، هذه وجهه نظر، هذه حقيقه. انا نقطه اخيره، نقطه اخيره، تفضل بروح. انا ما يخالف، مع كل احترامي وكل تقدير لنادي الساحل، خلي يقول لي نادي الساحل متى صعد الدوري الممتاز، بس هذا اللي برياضه. خلي يعطيني تاريخ، خلي يعطيني تاريخ. اي ناديك ناديك، انت الحين جاي راوي فيديو طالق، راوي فيديو قاعد يقول شو انت عطني تاريخ. انا اعطيك انا انا 2010 كنت مع مدير فريق كره القدم. انت ليش ما ترد؟ انت مدير كوره؟ خلي ارد الحين، ايش فيك ما ترد؟ اسمع لا دقيقه يا جماعه، ترى الفيديو اللي كنت اوريه تتويج العربي بطل الدرجه، بس احنا ما نبي 99 ابو سعود، ما نبي تطرف الموضوع منك والله. لا مطرق، لا مطرق، انت قاعد تردنا الى موضوع العربي والساحل، واحنا نبي نحل مشكله رياضيه. لا دش عليهم دوليه، رجاء محمد مشش كحقيقة. لا شوف لا شوف شلون من برا يدزوله. بس خل ماجد يقول كلمتين كلمتين وبعدين راح يعني انهي بشكل سريع ان شاء الله. بس باذن الله سبحانه وتعالى، اولا يعني ما لا يمكن ابدا انكر بان هناك ناس في الهيئة بالفعل حريصين وعندهم فهم بالقانون وعندهم فهم بالتشريعات الموجودة، هذا ما في احد ينكرها، وعندهم كذلك رؤية زين، وبعض الضوابط الموجودة اللي في بعض الفنيات موجودة أنا أعيدها حقيقة، لأنه بالفعل إحنا بحاجة في الحركة الرياضية إلى ضوابط مالية. هذه واحد. في الطرف الآخر حقيقة كذلك في اللجنة الأولمبية والاتحاد وغيرها هم الناس فاهمين كذلك وعندهم يقين بموضوع. الآن وين دور المحامين؟ إذا كان بالفعل هذه القوانين المحلية لا تتوافق مع القوانين الدولية، والمعروف أن القانون الدولي معروف يفرض إذا كان في اتفاقيات تفرض على القوانين المحلية، ليش ما يقومون ويرفعون قضايا على الدولة ويثبتون ان بالفعل هذه القوانين لا تتوافق مع القوانين الدوليه؟ واشكرك حقيقي على دعوتك كابتن. احنا تشرفنا، اي والله تشرفنا يا ابو ماجد، والله يوفق نادي برقان ويشوفكم ان شاء الله في دوري فيفا الموسم الجاي. تحياتنا لكل اخوان في نادي برقان. مشكور اخوي حمد ماجد امين السر في نادي برقان، مشكور ابو عبد المحسن سعود مشرش عضو مجلس اداره الاتحاد الكويتي كره قدم سابقا. بس دي والله تبي تقول بيت شعر؟ لا ما بيت شعر، ما تعطيني ارد عليه بسعود. تعطيني العربوية، ترى بعض الامور اللي قلتها ترى ما تخلو من الدعابه، العربي فريق كبير وعلى والله من صدقك انت كنت متحمس بالصدق. قول قول له بيت شعر، بيقول لك بيت شعر، بيقول لك بيت شعر. لا والله ترى قول له بيت شعر بسرعه بسرعه، نزل درجه ثانيه بسرعه بيت شعر. الحين راجع علي وتهمك احوالي، ما تدري انك من الماضي وعديته. عديته صح. هذا شاري من مصر، هاي من عرب اسكندريه. اسكندريه مشكورين، مشكور منطق العازمي، مشكور ابو محمد، مشكور حسين الرئيس اخونا ابو عبد الله الكبير. شكرا احمد رمضان على الكيكه، واخوي الرامي العالمي خالد سبيعي. الشكر ايضا في النهايه لشركه النصر الرياضي، ارجع اقول يعني الملابس خلال الايام القادمه لبسي منهم. مشكورين على كرمكم، كرمكم الله. شيء شوف احنا شوف لا شوف والله بس هذا شوف العربي لما هبط اقول العربي. لا خل اقول لك ما عندي وقت، ما عندي وقت، ما عندي وقت، ما عندي وقت. فيما الله اخواني الى اللقاء.